هذه واحد الحكاية من حكايات الزمان كما قالوا زمان. هذه واحد الحكاية عن الحيوان. هذه واحد الأرنب يا سادات يا كرام. هذا الأرنب عندها ثلاثة نتاع البنات. بكري الحيوان كانوا يهضروا. الأرنب مات ليها يعني الخز ديالها خلى لها ثلاثة نتاع البنات. هذوك البنات اسمو داروا نهار اللي يعني كبروا شكون اللي جا؟ ما يجي غير الديب. قال لي هيا عمتي الأرنب انتي دروك عندك ثلاثة نتاع البنات وحاصلة فيهم في الماكلة والشراب وهذا، علاش ما تعطينيش واحد البنت؟ قالت له ودي الديب نعطيك بنت ولكن الخدمة نتاعك واسمو هي كدورو على الخدمة. قال لي علاش خدمتي؟ طلبي الصداق. قالت له لا بغيت الخدمة ديالي باش راك خدام. أنا إيه؟ قال لي أنايا كنضرب فيها غير حمل الخروف. فين ما كان يجي الخروف النعجة قال لها ما تخمميش. عطات البنت عرض الذيوب ابني عمو دار العرس سكان حدا البنت حدا نسيبته الأرنب. واحد النهار هو تيجي عمك القنفود يا ودي الدنيا كي داير القنفود. قال لها عمتي الأرنب. قالت له نعم. قال لها علاش ما تعطينيش وحده من بناتك تانا نعمر بها وتنقص عليك المصاريف. قالت له مرحبا واني الخدمه نتاعك واسمو هي يا ولدي. قال لها طلبي الصداق. قالت له لا بغيت الخدمه. قال لها الخدمه ديالي شيخ. شيخ ايه؟ فاش الشيخ نتاع الحومه؟ لا. شيخ القبيله؟ لا. شيخ الدوار؟ لا. وفاش الشيخ؟ قال لها شيخ تاع العراس نقعد في العراس. اسمو ندير في العراس؟ تبندر؟ لا. تبرح؟ لا. شاعر؟ لا. مغني؟ لا. بنادري؟ لا. واش هي الخدمه؟ قال لي هذا الصاب وبالفعل اذا كان الليل والقمره في الليل وكان يعني القنافيد كتسمع القصبه تقول هذا هو محمد النمس الله يرحمه. رانا عطاتو البنت تا هو عرض القنافيد بني عمو دار العرس مسكين حدا نسيبته. واحد النهار هو يجي الفار يا حبيبي بار واحد لاله شلغ ما علق فيها 20 كيلو بصله. قال لها عمتي الأرنب كيفاش الذيب عطيتيه بنت والقنفود عطيتيه بنت وانا ماشي راجل؟ قالت له راجل. وقال لي عطيني البنت الصغيره اللي باغيه. قالت له الخدمه ديالك واسمو هي خدمتي؟ اي. قال لها علاش الخدمه؟ قالت له بغيت الخدمه ماشي اليوم البنت تمشي عروس وغدوه تجي غربانه ما تلقى ما تاكل. قال لها عندك الحق انا الخدمه ديالي 12. كيفاش؟ قال لها وين ما كان